تعالوا ناخد توقعات حضراتكم من تشكيل المنتخب النهارده في مباراته امام غينيا بيساو، وتقدروا تتوقعوا ايه؟ نشوف المنتخب هيلعب بمين. نبتدي بمحمد اشرف، سرور، واللي قال الشناوي، عمر كمال، الونش، حجازي، ايمن اشرف، النني، السولية، عبد الله السعيد، مرموش، صلاح، مصطفى محمد. وان شاء الله مصر هتكسب 2-0 يا رب باذن الله يا ابو حميد. تعالى كمان نروح لعبده صالح، واللي قال الشناوي، ايمن اشرف، الونش، حجازي، عمر كمال، السولية، عبد الله، النني، مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح. انا حاسس ان في اجماع على التشكيل ده، مش عارف ليه يعني، لكن في كل الاحوال ماشي، خلينا نشوف. محمد عشري قال التشكيله هتبقى محمد الشناوي، ايمن اشرف، حجازي، الونش، عمر كمال، السولية، النني، زيزو. حلو قوي، حد هنا قال زيزو او عبد الله السعيد برده، ماشي. مصطفى محمد، مرموش، صلاح. ان شاء الله الفوز لمصر 3-0. مهم قوي بالنسبه لي النهارده المنتخب يكسب باقناع. احنا ممكن نكسب وباذن الله هنكسب، بس المهم نبقى احنا مقتنعين بالمنتخب، حتى لو المنتخب في مباراه النهارده كسب بالعافيه، واحنا هنكسب باذن الله، بس الاهم كمان ان اللعيبه تبقى في مركزها يعني. فمهم ان احنا نبقى مقتنعين. شاكر محمد قال ايه؟ قال الشناوي، ايمن، حجازي، الونش، عمر كمال، السولية، السعيد، النني، مرموش، صلاح، مصطفى محمد. طيب دي كانت توقعات حضراتكم لتشكيله منتخب مصر. يا رب بس كده الراجل عمنا كروش المدير الفني لمنتخب مصر يختار التشكيل براحته، مفيش مشكله، بس الناس في مكانها عشان نلاقي ناتج كويس من حيث الاداء ومن حيث النتيجه باذن الله تعالى، والنتيجه هي الاهم. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.